أدردش معاكم شوية. سمة الملوك، سمة الملوك، سمة الملوك. الملوك دايما بيتوصفوا بأوصاف معينة، فيقول عن الملك إن هو المهيب، السامي، صاحب العظمة، صاحب السلطان، المجيد، صاحب الجلالة. أوصاف كتير بيتوصف بيها الملوك. اتعود الملوك ان هو الناس تنحني قدامهم، مهما كان الشخص ذو عظمة او ذو غنى او ذو قيمة في المجتمع، لكن لما بيمر الملك كله بينحني، وكله كأنه بيترك سلطانه قدام الملك اللي بيعدي او الملك اللي بيمر. لما بيعدي الملك او يعلن اعلان، الناس بتقابل الاعلان دوت بتضرب الابواق عشان يهيئوا الناس انها تسمع الاعلان او الكلام او الحديث اللي هيقوله الملك، وبترفع الرايات الملكيه في كل مكان في المملكه عشان الناس كلها تسكت. ليه؟ علشان الملك هيتكلم. الحقيقه ما نقدرش نذكر امثله كتير لاشخاص كتير من الملوك دول كان عندهم حاسه الاستماع مش التكلم. كل واحد متسجلة خطاباته وحواراته، ولكن مفيش حد ذكر عنه ان هو بيستمع. اللي اتذكر عنه واتذكر امثلة كتير من الحياة العامة او من الكتاب المقدس. فمثلا من الحياة العامة لقي اتذكر عن نابليون، يقولوا ان هو لو كان استمع لرأي ومشورة الناس، مستشاره اللي اعترض عليه من ناحية غزو روسيا، ما كانش لقى نفسه في النهاية منفي في جزيرة من الجزر. لو الملك جورج الثالث سمع، الملك جورج الثالث والبرلمان استمعوا لنصيحة المستشارين اللي نبهوهم ان في كل الأماكن المستعمرة ان الضرائب كتير على الناس، ما كانش قامت حروب في الوقت دوت او في الزمن دوت. فيمكن الاستماع لنصيحة او الاستماع لرأي حتى للملك كان هيجنب مش بس الملك، لكن كل الناس اللي تحت الملك او تحت امرة الملك ان هم يمروا بمشاكل او بضيقات كانوا هم في غنى عنها. لدرجة ان شكسبير بيقول ان انا مقتنع ان المرور لكرسي السلطة بيمر بمراحل، ومن هذه المراحل هي تمزيق طبلة الأذن. يعني إن الودن تتخرم دي مرحلة من المراحل لغاية ما الإنسان أو الملك أو صاحب السلطة أو الجاه يصل إلى كرسيه أو مقعده أو المكان اللي هو قاعد فيه. وكأن كل ما بتتسع سلطة الإنسان وكل ما بيكتر نفوذ الإنسان وسلطانه الأرضي، كل ما دوت بيدي للإنسان مناعة ان هو يستمع للآخرين، كأنه بيحكم داخل غرفة والغرفة دي كلها مقفولة او معمولة بعوازل للصوت، ما تعديش اي صوت ممكن ان هو يجي من بره. لكن الشجاعة المفروض يتمسك بيها او يتمثل بيها الشخص اللي ليه سلطان او اللي ليه نفوذ ان هو يقف ويتحدث، وايضا ان هو يجلس ويستمع.